إنما يسابق غياب الإصلاح أو تأخيره هو تدهور الأوضاع، كل الأوضاع. وما الوضع الأمني إلا واحد منها، ولا يمكن أن يستقل وحده عنها، ولا أن يتم له الاستقرار ولا الوقوف عند حد معين من الخطر والتدهور ما غاب أو تأخر الإصلاح. ذلك ما تفرضه طبيعة الأمر، ذلك ما تحتمه طبيعة الأمر علينا جميعا، رضينا أو لم نرضى، وذلك بما لا يقبل الجدل. ومرد أي تدهور في الناحية الأمنية كأي تدهور آخر، كأي تدهور آخر في الأوضاع، إنما هو هذا التأخر في الإصلاح وما يحصل من مستجدات مؤلمة كتفجير أو غيره لا يعالجه شيء كالإصلاح وجديته وكفايته والتسريع به وصدقه وتطبيقه. وفي أي تفجير وما مات له مصيبتنا مصيبتان، وفي أي تفجير وما مات له مصيبتان، فإنه في نفسه مصيبة لما فيه من خسائر بشرية أو مادية من طرف أو آخر. وكذلك فيما تتعامل به الجهة الأمنية الرسمية معه بصورة دائمة مصيبة هذا الجانب، مصيبة أن الجانب الرسمي وحالما يحدث تفجير أو ما يشبهه لا يتوجه بنظره واتهامه وقبل مضي وقت على الحادث وقبل أي تحقيق إلا إلى جهة أو أخرى من جهات المعارضة، والمطالبين بالإصلاح مغفلا تماما أن هناك من يناوي الإصلاح، وتزعجه أي خطوة صغيرة أولية على مستوى مقدمة من مقدماته ولو من نوع دعوة جادة أو غير جادة للحوار. وفي كل مرة تكون دعوة من أي مستوى للحوار تهب على الساحة رياح عاتية تزلزل أمنها وتكثر من الإعلام الرسمي المرئي والمسموع والمقروء، تكثر الهجمات الشرسة اللا أخلاقية ليس على طائفة بكاملها وعلى شخوص يسمون في الإعلام بأسمائهم الصريحة، تكثر الشتائم والتهديدات العلنية التي تتهدد مؤسسات أهلية بعينها وشخوصا معينين ممن يدعون للإصلاح. وفي كل حادث سيء تشتد حملة عامة قاسية تغطي الشوارع والمناطق والأزقة التي تتواجد فيها المعارضة، ويتكثف أبناؤها في صورة عقاب جماعي لا يستثني أحدا ولا يرحم. عند كل حادث سيء يتصاعد أعداد الموقوفين والمطلوبين للأمن بلا انتظار، وما يترتب على ذلك من وجبات تحقيق وتعذيب وتثبيت الاتهام ومحاكمات معروفة وارتفاع في أعداد السجناء واكتظاظ للسجون. وفي كل حادث تفجيري وما مات له أو شابهه المستفيد طرفان، والخاسر هو الشعب وصفوفه من أبناء المعارضة. تجد الموالاة ربحاً هائلاً في أي حادث من هذا النوع، وفرصة ضخمة للتملق والتسلق وفرض الشروط أو الظهور بمظهر الحكمة والحنكة السياسية الفائقة فيما كانت توصي به من جانبها السلطة بالتشديد في القبضة الأمنية وزيادة القمع والفتك. ويجد ممن يشعرون
بالجريمة وبغضب الدولة عليهم فرصة من هذا الحادث لغسل ما هم عليه من جرم. معارضة تدفع أثمانا باهظة كلفا غالية عند أي حادث تخريبي، ولذلك لا يكون شيء من هذا في مصلحتها على الإطلاق، وهذا له حسابه، وهذا ما ينبغي أن يكون له حسابه في أي عملية تحقيق وتدقيق منصف تريد السلطة أن تجريه. والذي نقوله هنا هو أن كل حكومة تجري تحقيقاتها فيما يجري في ساحة بلدها، لكن ما يقضي به الحق ألا يصب النظر دائما على طرف ويهمل طرف آخر لا تقل قرائن احتماله عن قرائن احتمال الطرف الآخر على الأقل، خاصة مع هذا الارتباط المتكرر من أي دعوة للحوار وبين وقوع حادث من الحوادث المؤلمة بأي دعوة للحوار، وما يسببه أي حادث مؤلم من قلب الصفحة وإثارة موجة عالية من التوتر، توتر الرعب، تحمل الكثير من الآلام والخسائر للمطالبين بالإصلاح، مما يقرب أو مما يغري الطرف المعادي للإصلاح لأن يستمر في تفجير الأوضاع كلما أطلت بادرة حوار برأسها على الساحة. هذا يستفيد، هذا يستغل، هذا يتعملق، هذا يتسلق من وراء كل حادث تفجيرين أماماتا. وهذا ماذا؟ يتوقع عقوبة عنيفة جدا لمن مطالبا بالإصلاح. فلما لا يغريه كل ذلك لأن يكرر حادث تفجيري حادثا تفجيريا وعملا تخريبيا آخر. كل حكومة تجري تحقيقها فيما يجري لساحتها من حوادث ترى ضررا فيها، وما يقضي به الحق والعدل والدين ألا تهدر حرمة الناس عند أي حادث، ولا تعمم العقوبة، ولا تعمم العقوبة، ولا يسرع بتثبيت الاتهام، ولا يكون تثبيته عن طريق الإكراه وبالأساليب الضاغطة التي تكاد تفقد الإرادة، ولا يخضع للتعذيب، ولا يخضع للتعذيب كل من تحوم حوله شبهة ولو ضعيفة جدا، ولا تتهم فئات واسعة وطوائف عامة بكاملها، ولا تكون المناسبة منطلقا لتنفيس كل حاقد عن حقده وتعبير كل جاهل عن جهله، وبرعاية رسمية ودفع رسمي، ولا فرصة سانحة تفتح أبوابها، ولا فرصة سانحة تفتح أبوابها أبوابها الحكومات لتسلق كل متسلق إلى مطمعه. يجب ألا يقل شأن أي مواطن من المواطنين يقتل فيسبب ذلك فيضيع دمه، وينسى ذكره عن شأن من؟ عن شأن شرطي، رجل تابع للأمن، ونحن نحرص على سلامة الجميع ونحرم القتل الظلم لأي شخص وندين العنف والإرهاب، لكن يجب ألا يقل شأن المواطن عن شأن أي شرطي يقتل، عن شأن أي رجل أمن، بفارق بشع جدا جدا بينما يقتل القتيل والقتيلان والثلاثة وتذهب العشرات وتذهب المئات
ثم لا ذكرى ولا تحقيقا يصل إلى نتيجة. وغياب هذه المساواة شكوى مؤلمة من شكاوى هذا الشعب، فكم هدرت من دماء أبنائه، وكم ضاعت واستخف بها وشمت كذلك.